مصر للإنتاج والتوزيع تقدم. مبعوش فدا فلوس حتى لو طلع له مارد من الفانوس، عبد عند القرش وعادي ما بينكرش، من جوا دب سعران ومن برا طاووس. ياللي حاسب حسبتك أرقام بالحرام، دول خسروك، والغنى مش باللي محطوط في البنوك، دي الفلوس يا طرشي قلنا ما بتسترش، والحياة قدامنا مليانة معلش انا اسفه جدا يا جماعه على التاخير، هو زمانه على وصول. ولا يهمك يا ست الكل، على راحته. ادعوا له يا جماعه ربنا يسوق بالسلامه يا رب. طيب محدش يحب يشرب حاجه تاني؟ لا تمام، شربنا خلاص. طب اجيب تشيز كيك، ده لسه عاملاها امبارح بالليل. لا والله يا فاطمه، كلنا واكلين تشيز كيك مع بعض قبل ما نيجي على طول، ما تشغليش بالك انت. طيب حضرتك ما شربتش حاجه، اجيب لك نسكافيه؟ لا لا شكرا شكرا. لا انا اجيب لك نسكافيه وهجيب التشيز كيك بالمره يا جماعه. والله العظيم كمال عنده حق، رحم نفسه من القعده الذل اللي احنا قاعدينها دي. والله عندك حق، بس الراجل ده ما عندوش دم يا اخي، ده رمه قوي. لما اقولكش كده والله ما نتكلم في المصلحه هيعمل فينا ايه؟ والله العظيم ثلاثة نهاين عليا، أول ما أشوفه أقوم ضربه ولسعه على قفاه حتة قفا. لا 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 بالراحة خالص،
هو اساسا قاصد يعمل كده عشان يستفزكم. احنا بقى نعمل ايه؟ ولا حاجه، عادي خالص. يعني عادي خالص؟ يعني عادي. اهو سلام. انا اسف جدا يا جماعه على التاخير. اهلا يا ايهاب. انا كنت فاكر كمان ان انتوا هتتاخروا. الحمد لله على السلامه يا كابتن مصر. المدرب بتاعي في الجيم هو اللي اخرني. انا شفت على اللي بيقول لك ان الكورنيش كان واقف. الكورنيش كان واقف. لا معلش، حصل خير. المهم الحمد لله على سلامتك من الجيم. هاني جوزي، ايهاب ابن عمي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طب ايه يا كوتش، مش تقوم كده تتشطف من الجيم عشان نتكلم كلمتين على نظافه؟ انا اتشطفت في الجيم يا كوتش. امال فين بقيه الناس؟ عندهم ظروف. وبعدين ما احنا كلنا واحد، ولا احنا مش عاجبينك ولا ايه؟ اهلا وسهلا، منورين الدنيا. طب ايه؟ ايه الكلام عندكم انتوا؟ متهيألي بقى مرات عمي حكت لكم على كل التفاصيل. فعلا هي حكت لنا على كل حاجة، وحكت لنا على الظروف اللي اتكتبت فيها الورقة، وحكت لنا كمان إن أبويا ما كانش قاصد يبيع. وقالت لنا إن عمي حسن عارف الموضوع ده. عمكم حسن راجل طيب، وعلى فكرة بيحبكم قوي. مبروك ليوسف على الخطوبة، أنا شفت الصور بتاعته. شفتها فين بقى إن شاء الله؟ دي بنت حلم عنان، يعني الصور نازلة في جميع مجلات المجتمع. فاطمة بتحب تتابع الحاجات دي. هو ده النسب اللي شرب بصحيح. الله يبارك له. مش تخلينا في موضوعنا بقى. ما احنا في موضوعنا اهو. انا عايز افهم منكم بقى، يعني ايه عم الله يرحمه ما كانش قاصد يبيع؟ لا ما انا متهيألي برضو ان عمي حسن حكى لك وقال لك ولا ما قالكش. ابويا قال لي ان عم ابراهيم ما سددش الفلوس اللي هو استلفها منه، واللي على اساسه كتب ورقة المبايعة. طيب تبقى محلولة يا ابن الناس. ولاد إبراهيم المندوه موجودين أهمت، وعندهم استعداد يرجعوا لك اللي أبوهم استلفوا من أبوك وبحق ربنا. اللي هو بقى إزاي حق ربنا ده؟ بص يا إيهاب، أنا حسبتها بسعر جرام الذهب وقتها ودلوقتي. أيوة بس جرام الذهب عالي قوي قوي قوي. لا ما هو إحنا حسبناها بالسعر الجديد. وقتها كان الذهب عامل حوالي 10,000، ودلوقتي نفس كمية الذهب دي عاملة حوالي 3,000,000. على فكرة يا جماعة، فاطمة بتعمل تشيز كيك هايل مش معقول. لطيفة، ابقى اديني طريقتها بليز يا بطة. حاضر. ها قلت ايه يا ايهاب؟ كويسين التلاتة مليون ولا تحب نخليهم اربعة عشان القرابة والعشم؟ على فكرة انت كده هتخليني اسكت، عشان انت مستعد ان انت تزود، وانا بقى عندي فضول كبير قوي اعرف انت هتوصل لكام. بص بقى يا دكتور، ما تاخذنيش يعني، طريقتك دي مش ولا بد. واضح كمان انك سائل محامي وعارف اللي فيها كويس، وعارف ومتاكد ان الورقه اللي معاك ملهاش اي عزا قدام المحكمه. يعني ممكن تبلها وتشرب ميتها. بس احنا قلنا بقى نيجي ونقعد معاك ونتفاهم بحق القرابه والعشره اللي انت مش مستعنيهم من ساعه ما قعدت. يا تجيب معانا من الاخر، يا اما هناخد بعضنا وهنقوم، وساعتها مفيش اي حد هيطول اي حاجه. يعني افهم من كده السبب اللي خلاكوا تيجوا هنا هو العشم والقرابه وبس؟ مفيش حاجه قلقاكوا خالص؟ لا يا ايهاب مش قلقانين. وحتى لو كنا قلقانين، احنا عايزين ننجز، مش عايزين نطول في المحاكم. اسمعوا بقى الكلام اللي عندي. انتوا عرضتوا 4,000,000 جنيه، وده مبلغ معقول قوي. انا كنت ممكن اقبل بيه لو مش متاكد ان الارض دي من حقي، او بقى من الناس اللي بترضى بقليلها وما تحبش تغامر. بس حظكم وحش قوي قوي قوي، علشان قرايتكم وقعت معايا، وانا متاكد ان ده من حقنا، وعندي استعداد اغامر بال4,000,000 جنيه عشان اوصل لاخر المشوار واخد كل مليم من حقي. اسمعوا بقى الكلام المظبوط والصح دلوقتي، ونعدل الترابيزه.
انتوا عرضتوا 4 مليون جنيه، انا بقى بعرض عليكم تاخدوا قيمه العربون كله حلال عليكم، يعني ده اكتر من 4 مليون جنيه. شفتوا بقى انا كريم قد ايه؟ ومقدر تمن القرابة والعشب والصحوبية أكتر منكم إزاي؟ يعني أنت عايز تسيب لهم العربون وتلهف أنت بقيت 300 مليون. أنت مين؟ ده هاني جوزي، أنا قلت لك في أول القعدة بس الظاهر إن أنت بقيت تنسى كتير الفترة دي. آه جوزك، خليك في حالك، أنا كلامي مع أولاد عمي وبس. لا يا حبيبي، ما هو بنت عمك مفاوضة جوزها عشان يجيب لها حقها من اللي عايز يلهفه. امسكي دي. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حيوان. الو يا حاج خالد، ازيك؟ انت كويس؟ بلغ نسايبك ان مشوار المحاكم بدا، ايهاب ابن عمهم رفع عليهم قضيه والجلسه يوم 18، يعني بقى 10 ايام. بس في حاجه عوقه كده في الموضوع، المحامي بتاعه حسام السنهوري، الراجل ده برجل ايه كوريكت قوي، ماشي في السليم دايما، عمره ما خسر قضيه، بيمشي زي كده معرفش ولا عمره وسخ. بص يا شاكر يا درار، شكلك كده هتنخ من اولها، لو مش قادر تشيل يا معلم قول واحنا نجيب متر تاني يشيل، وخليك انت بقى في جو السمسره وهتوفق لك رصيم في الحلال وهترزق. اقسم بالله خالد يا مخلوف، حد غيرك كنت حبسته ومسحت نمرته من عندي ورميت ورقه من الشباك. ده قفل قفش عليك ولا ايه؟ مشغليش بالك، هبقى اكلمه بعدين. الواد اللي اسمه ايهاب ده شكله كده مش هينخ بسهوله. ده واد رزق الرزاله، يعني ولاد صفيه السته في اخد وعطى معاهم، انما الواد ده واخد الموضوع على صدره قوي، يعني ياخد كل حاجه يتربعها على الكل. انا عارفه العيال الواطيه دي ما تحسش بنفسها وبشخصيتها كده غير لما تجر شكل الناس، خليه بقى يقعد يجر الشكل ويقابل مني بقى يقابل. الله، انت مالك محموها اكتر من اصحاب الارض كده ليه؟ ما هي حاجه تفرس، يعني واحد بطوله واقف قدام 6 اخوات عمال ينازعهم في حقهم، يرضي مين ده وفي شارع مين؟ ده حقانيه. الاستاذ خليل بعت لك دول يا حاج. هو فين خليل؟ ما قالكش راح فين؟ هو لسه في البنك بيخلص شويه حاجات، بس قال لي ان حضرتك مستعجل على دول. طب روح روح يلا روح. حاضر يا ريس. استاذ خليل جايب لك، خلينا في المهم، خلينا في المهم. الحمقة دي بقى عشان الشرع والحق ولا عشان مصلحتك لفقك مع مصلحة العيال؟ الاتنين يا رحخالتك. خلينا بس نشوف القضية دي هتمشي ازاي وأول جلسة هيحصل فيها ايه، ولو حصل عوق سيبلي بقى أنا الموضوع ده هطربقها على دماغه، لا السنهوري هينفعه ولا اللي هتخمنه. ما تقلقيش هتخلص إن شاء الله من أول جلسة، اهدي بس. ماشي 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 اهدي. مش انتي قلتي إن انتي عايزة 150,000؟ أنا يا ستي. إيه دي؟ في هات إيه؟ هات. في إيه؟ عايزة الفلوس كلها أنا. هات. يا شريكي يا حبيبي. شريكي يا حبيبي. يا أخويا. أستاذ خليل بعت لك دول. هتخبى فيك وفي خليل في يوم واحد. محكمة؟ هي حصلت محكمة؟ هتعدي هتعدي ان شاء الله. ما هو بيت عمي ده ما بيجيناش من وراه غير المشاكل. حاج امك عامل ايه دلوقتي؟
بتلاقيها يا ولدها مقهورة من اللي انت بتعملوه ببعض ده. ماما، ما هي ماما السبب في كل اللي بيحصل ده. لو كانت افتكرت كنا سوينا موضوع الورقة قبل ما يعرفوا تمن الأرض الحقيقي. اللي انت بتقوليه ده يا حنين، لا يا بنت عيب كده ما يصحش. ازاي تقول على امك كده؟ يعني ايه ماما هي السبب في كل اللي وصلتوا له ده؟ ده كل شيء اسمه نصيب، ومش هيصيبكم غير نصيبكم، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقسم الارزاق. ونعمة بالله يا عمي، ليك حق طبعا تقول كده، بس لو انت مكاننا كنت حسيت بالقهر اللي احنا عايشين فيه. طبعا ما انت وماما وعمي خلاص عشتوا حياتكم، لكن احنا بقى كل واحد فينا رتب حياته على الفلوس دي وعلى جثتي، على جثتي ان الفلوس دي تضيع مني. انا الكلام ده مش هياكل معايا. ما هو برضه مش هياكل مع ابن عمك، وهتلاقيه بيقول نفس الكلام وبنفس الطريقة ومقهور زيك ويمكن اكتر على الفلوس. طب ايه الحل بقى؟ يفضلوا الصغيرين ياكلوا ببعض وينهشوا في لحم بعض كده، والكبار يقعدوا يتفرجوا عليهم وهم ساكتين، ولا يكلموهم ويوعوهم ويفهموهم؟ يمكن ربنا يهديكم وتعالوا. ليها حلول كتير قوي قوي يا عمي. المحكمة حل، وفي حلول تانية. أنا مش هسيب حقي يا عمي، مش هسيبه. حول ولا قوة إلا بالله. حنان، ما تنسيش ميعاد النهاردة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يلا بسرعة على تيتا. ازيك 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 يا شقية، وحشتينا. وانتو خالص خالص، ده انا بعيط عايزة اشوفكو. ازيك ازيك، عاملين ايه؟ الحمد لله. عاملين ايه في الدراسة؟ الحمد لله. يا سلام، جبتي نجمة. ايوه ايوه. اهلا اهلا. معلش يا أم، هنرخم عليكم شوية. الأولاد خدوا أجازة نص السنة، قلنا نيجي نقضيها معاكم. يا سلام، يا ريت ترخموا علينا طول العمر، بس على الله بقى ما تزهقوش وتقول إن ناموس كخة. طب أنا هعمل معاك اتفاق، هنبقى أصحاب اليومين دول، تمام؟ وأنا أكره يا حبيبتي، خلاص. وأنت روح، مش هتمشي من هنا إلا وأنت واخد أبوك معاك في المحكمة، أحسن من ساعة ما عرف إن في جلسة اتحددت وهو كل يوم طالع لي في مطلع جديد، ينام ويقوم حلمت باخويا ابراهيم في الحلم طالع زعلان مني. ما تلاقيش يما، انا جاي اصلا عشان الموضوع ده. ابويا فين؟ في اوضته جوه، خش له. حاضر. عملت ايه في المدرسه؟ الحمد ايوه يا منير، معاكي نمرة ايهاب؟ عاوزاه. ملكيش دعوة يا منير، هاتيلي النمرة وخلاص. وبقولك ايه، بطلي داقي الفتنة اللي فيكي ده، وما تلقيش لحد ان انا طلبت النمرة. لما تجيبيها كلميني. ده زي الفل يا حاج، ما فيكش اي حاجة. قومي يا حاج.
بتتدلع. ده فيتامين. انت واهم نفسك يا حاج. يوهم نفسه ايه بس؟ دي رجله كانت شد عليه امبارح. لا رجله ولا ايده. انا عارف ايه اللي تعبك يا حاج. على اخر الزمن اجرجر ولاد ابراهيم اخويا على المحكمه. ولاد ابراهيم اخوك اتهجموا عليا في بيتي. تعرف ان يوسف خطب وهيتجوز؟ لا ما اعرفش ومش عاوز اعرف. لا لازم تعرفي. خطب بنت حلم عنان، اكيد سمعت عنه. راجل تقيل زي ده، تفتكري هيدي بنت يوسف ليه؟ اكيد قال ان هو هيبقى مليونير. ما يهمنيش يا ايهاب. بس انا بقى يهمني. يا ساتر، انت حقنه. بتبص لي كده ليه؟ فاكر ان انا مش عارف الهريه اللي انت فيها دي سببها ايه؟ كل ده عشان حنان بنت عمك رفضتك لما اتقدمت لها زمان. معلش يا حاج، انا هغسل وشي من تراب المشوار وعايزك تفوق كده علشان نقضي يوم جميل مع بعضينا زي زمان. يا هاني احنا لازم نتحرك بسرعه، لازم نشتري شقه في اي حته. ايجار الشقه اللي احنا فيها دي هيخلص كمان شهرين، وفلوس الارض شكلها هتتاخر، وانت عمال تصرف فلوس العربون على المشروع بتاعك. يعني احنا لو ما اشتريناش شقه دلوقتي مش هنعرف نشتري اصلا. وحلاقيك بقى جايه بتقولي معلش يا حبيبتي اصل احنا لازم نرجع نعيش مع ماما نسيبنا كده. يا حبيب قلبي اسمه المشروع بتاعنا مش المشروع بتاعك. احنا مش في اسمه ايه دلوقتي يا هاني؟ انت عارف كويس قوي ان انا استحاله هرجع اعيش مع امك واخواتك تاني. كفايه اللي عملوه فيا قوي لحد كده بقى. وبعدين طز في اي مشروع على فكره ما دام مفيش بيت يجمعنا انا وانت لوحدنا. عارف والله يا داليا، عارف كل حاجه بتدور في دماغك، بس الحاجات دي ما بيجيش قفشه حبيبتي. وبعدين المعرض بيصرف كتير والاسعار كل مدى بتزيد. يعني هي الاسعار بتزيد عند المعرض بس، لكن الشقق ما بتزيدش. هاني انا ما بطلبش منك كتير، انا كل اللي انا عايزاه بس شقه اوضه وصاله مش اكتر من كده، مع ان انا مش المفروض اطلب اصلا. قصدك ايه يعني ده؟ ما اقصدش حاجه يا هاني. ماشي يا دنيا، ان شاء الله كل حاجه هتشتغل مع بعضها في نفس الوقت. هو ده اللي انا عايزاه يا هاني. انا عايزاك زي ما انت كده نازل تشتري بضاعه للمعرض تدور على شقه، او حتى خلي اي سمسار يوريك شقق عشان احس بجد ان كل حاجه ماشيه مع بعضها يا هاني. حاضر. مبسوطه؟ دي اهم حاجه. يا جامد انت يا جامد. انا شلت لك حاجتك في الدولاب اللي هنا ده. الميه نازله تلج يا فاطمه. هو السخان مش شغال ولا ايه؟ لا مش شغال. نسيت الشاحن على الكومودينو. بقول لك ايه، مفيش حد عنده تليفونات زي بتاعتنا هنا؟ لا. انت ما بتردش ليه؟ ده الدكتور رفعت اكيد هيسالني على حاله انا كنت بتابعها يعني. طب ما ترد، مش يمكن حاله خطر؟ لا مش عايز ارد. بقول لك يا فاطمه انا هنزل اقعد مع امي. طب بقول لك ايه، لازم تجيب لي شاحن. حاضر. ايوه حنان. ايهاب لو سمحت انا عايزه اشوفك. طب انت ليه ما جيتيش مع اخواتك الاسبوع اللي فات؟ ينفع نتقابل النهارده؟ علشان ايه؟ كل اللي عندي انا قلته خلاص. عاوز اتكلم معاك، ممكن؟ ممكن طبعا. تحب نتقابل فين؟ فاطمة أنا هنزل مصر، عاوزة حاجة من البيت غير الشاحن. أنت هتنزل مصر عشان تجيب الشاحن؟ لا طبعا، الدكتور رفعت بيعمل عملية خطيرة جدا، أنا عملت زيها وهو عاوزني معاه. ده في مستشفى بابا؟ لا في مستشفى الجامعة. طب هو مفيش دكتور غيرك؟ ده احنا لسه واصلين. في يا فاطمة؟ قلت لي رد على التليفون رديت. الدكتور رفعت بيعمل عملية خطيرة، أعمل إيه؟
أنا هغير هدومي. والله حضرتك امبارح كان عندي ميعاد عشان المكسر الجديد اللي كنت هجيبه للاستوديو، بس للأسف الميعاد اتأجل. أنت اللي أجلته ولا هم اللي أجلوه؟ أجله خلاص يا بابي، هتفرق في إيه؟ لا حضرتك أنا اللي أجلت الميعاد. حسيت إني مش مستعد دلوقتي لأي التزامات مادية كبيرة. وخصوصا أكيد يعني حضرتك عارف مشكلة الأرض اللي جدت. أكتر حاجة بحبها فيك يا يوسف إنك أنت بتجيب من الآخر من غير لف ودوران. وأنت شايف بقى اللي جاي عامل إزاي؟ بخصوص الأرض يعني؟ أكيد. لا والله حضرتك أنا ماليش إن أنا أشوف. في قاضي هو مسؤول عن القضية، هو اللي يشوف براحته. ولو القاضي شاف إن الحق مع عمكم مش معاكم، هتقدر تكمل؟ تكمل إيه يا بابي بالظبط؟ مشروع الاستوديو. هتقدر تكمل؟ والله في محامي مسؤول على القضية وهو مطمنا، وبقول إن شاء الله إن هي تكمل على خير، ما تقلقش حضرتك. طب يا أولاد أنا هطلع أريح شوية عشان عندي ميعاد مهم جدا بالليل عايز أروحه فيه. عن إذنك يا يوسف. عرفت بقى؟ أنا ليه أصلا ما بقتش أحب أجي هنا؟ على فكرة بابي بجد عنده ميتنج بالليل ونمشي من إمبارح خالص. ده بس اللي خدت بالك منه؟ ما شفتيش طريقة حواره معايا عاملة إزاي؟ يوسف اي حاجه بابي يقوله دخلها من هنا وطلعها من الودن الثانيه. احنا خلاص مكملين مع بعض مهما كان اللي هيحصل بقى، حتى لو الفلوس دي ما جاتش. في حفله خطوبه اتعملت بابي عزم فيها كل اصحابه، يعني هيكون منظره زي الزفت لو رجع في كلامه. هيكون منظره كانه كان بيبيعني ليك عشان فلوسك. طيب فاهمه معنى كلامك؟ معنى كده ان هو هيجوزني ليكي غصب عنه. طب وماله؟ ماله؟ وكان غصب عني انا. يلا بس يلا. يلا فين يا حبيبتي؟ يلا ننزل، يلا نعمل اي حاجه يا يوسف. لسه مواعيدك مظبوطه. ازيك؟ الحمد لله. اتفضل. تحب تشربي ايه؟ قهوه على الريحه. مترو قهوه على الريحه من فضلك. حنان عاوزة تتكلمي معايا في ايه؟ ايه الجديد اللي عندك اللي اخواتك ما قالوهوش؟ متهيألي كل حاجة اتقالت لحد ما وصلنا للخناق والضرب. انت واخواتي ما اتكلمتوش في أهم حاجة، الحاجة اللي مخلياك معاند مش عايز تتفاهم معاهم. سيبك بقى من الكلام على الورقة والمبايعة وحقي وحقكم. أنا لو ما كنتش رفضتك زمان كنت ممكن تقعد وتتفاهم وتتكلم. أنا جاي النهاردة عشان أعتذر لك. أنا أسفة. أسفة لو زمان كنت جرحتك. بس ما تخليش حاجة حصلت بين اتنين عيال في الجامعة توصلنا لخناقة من النوع ده. انت ليه رفضتيني زمان؟ هو انت ليه مصر تفتح البيت؟ وليه لا يا حنان؟ ليه لا؟ انت اللي فتحتي السيرة وانا من حقي اعرف اجابه السؤال ده. اللي ما كانش عندي لقيتيه في الراجل اللي انت اتجوزتيه. اوعي بقى تقولي ان احنا اخوات زي ما قلتي. انا عايز اعرف ايه السبب الحقيقي. احنا كان في بينا حاجه.
حكاية مش قاعدة ولا اتنين، احنا كنا ايام الجامعة تقريبا كل يوم مع بعض لمدة سنة كاملة، ولما جيت اتقدم لك قلت لي ان احنا اخوات. مكانش حب، مكنتش بحبك يا إيهاب. هكلمك بمنتهى الصراحة، احنا فعلا كنا قريبين من بعض في الجامعة جدا، كنت بحاول اقنع نفسي ان انا بحبك لغاية ما ظهر دياب وحبيته غصب عني، حبيته. كنت عايز نعمل ايه؟ ها؟ اتجوزكم انتوا الاتنين؟ اتجوز اللي شك ان انا بحبه واللي بحبه فعلا؟ ليه ما قلتش الكلام ده وقتها؟ ليه؟ لانك ما كنتش هتفهم ولا هتقدر ساعتها، وانا قصدت ان علاقتي تفضل سنتين في السر مع دياب عشان ما اجرحكش، عشان ما تقولش سابتني وارتبطت بواحد تاني. وقلت خلاص هنبقى اخوات، بس انت ما قدرتش تنسى، ما عرفتش تنسى، مع انه عادي، والله العظيم عادي بتحصل. وبعدين ما انت كمان حياتك ما وقفتش عليا، اتجوزت وبقيت دكتور مهم، ومراتك ست كويسة ويمكن كمان أحسن مني، وعندك ولاد ربنا يخليهم لك. يبقى ليه بقى؟ ليه ما نبقاش إخوات؟ ليه نعمل في بعض كده؟ ليه؟ اشتريتيني يا حنان، سجدتيني. أيوة سجدتيني. من فضلك اتكلم معايا كويس زي ما بتكلم معاك. تطلعي من جوزك ونتجوز، وساعتها بقى أنا هتنازل عن القضية. صعب قوي مش كده؟ كلام مش منطقي. انت حاسة دلوقتي انت مش مصدقة نفسك، مش قادرة تنطقي ولا كلمة، شايفاني وقح ومجنون ومعنديش دم، مش كده؟ هو ده نفس الإحساس لما كان بيجيلي حد من عندكو يطلب مني اتنازل عن حقي، هو ده نفس الإحساس اللي انت حاساه دلوقتي، صح؟ بعد إذنك يا بنت عمي. قلبي على كام قبل ما تكر على الب...
الحب.